فكره جات لي ان الناس كتير بتبقى عشمانه فيا ان انا اساعدهم او ان انا اقف جنبهم، بس انا ما عنديش امكانيه ان انا اقف جنبهم ان انا اجيب حاجه او افرقها من غير سلعه خالص او من غير فلوس خالص، بس انا استطعت بفضل الله لك الحمد لله الشكر ان انا ممكن اجيب حاجه واخفضها لهم شويه. بقيت اوقف اي تاجر مثلا من عدي من قدام المحل عندي بكامل البطاطس يقول لي مثلا ب 12 جنيه، اقول له طب ايه رايك تبيعها بتسعه مثلا واجيب لك الناس او اندق لك على الناس ونرفع لك على النت؟ قال لي موافق. جربتها مع تاجر مع اثنين مع ثلاثه لك الحمد لله الشكر، التجار كلهم بييجوا يقفوا قدام محلي عشان عارفين ان احنا بنبيع حاجه رخيصه، وعاملين المبادره ديت في المطريه كلها، بدات تتعمل في المطريه في المسله المطريه كلها دلوقتي الحمد لله بدات تكبر الفكره دي، وبقينا شغالين في البطاطس والبصل والخضره حتى بتوع الفراخ وبتوع اللحمه كلنا بفضل الله كلها، كل واحد بينزل في سعره احنا بنبيع له بسرعه. عملنا اول حاجه جبنا الجزر كان ب 3 جنيه بعناه بجنيه، احنا شلنا الدعم عن المواطن، ثاني مره شلنا البطاطس، ثالث مره لحد ما الناس بقت واثقه فينا، بعد كده التجار اللي بقوا يعني هم اللي عايزين يجوا يقفوا، كنا الاول بنقول للتاجر تعالى اقف هنا واحنا نديك فرق الخساره وبيع الحاجه بمكسبك، يعني الحاجه مثلا ب 10000 الحاجه مثلا ب 10000 احنا نقول له هنديك ال 10000 بس ما تكسبش من المواطن، يعني انت جايبها ب 8 بيعها ب 8، جايبها ب 7 بيعها ب 7. التاجر فرح جدا بالموضوع ده، الناس كلها الحمد لله لك الحمد لك الشكر صور كده الناس الحمد لله، الناس كلها بقت واثقه فينا، الناس كلها بقت عارفه ان احنا ضد الغلاء، ضد جشع التجار، اللي احنا فيه ده جشع تجار مش غلاء دولار، الناس كلها بقت جشعه، عندها البضاعه في المخازن ومستنيه الحاجه تغلى وده حرام، ولكن انا دلوقتي مساعه المبادره دي كل واحد بيجيب بضاعه لو تن بطاطس بيتباع، انا نفسي الفكره دي تعم في مصر كلها، نفسي الفكره دي تعم في مصر كلها بجد. التاجر انا النهارده جايب زيت بايعه، انا جايبه جمله ب 75 جنيه، بايعه ب 75 جنيه برضك ضد جشع التجار، التاجر بيبيعه ب 100 جنيه ب 110، يعني بيكسب في الازازه اكتر من ضعف النص، حرام. احنا فيه ده جشع تجار، اللي احنا فيه ده جشع تجار. اول حاجه كانت الخضار، لك الحمد لك الشكر ابتدينا بالخضار، الجزر والقوطه والبصل والبطاطس ابتدينا بالخضار، بعد كده دخلنا في الفراخ البانيه، بعد كده دخلنا في الوراك، بعد كده الحمد لله برضو الجزارين بدات تنزل، برضو كل تاجر بينزل 20 و30 جنيه في الكيلو، لك الحمد لك الشكر المبادره دلوقتي الحمد لله منتشره في المطريه كلها. نفسي اوصل المبادره دي كلها لكل تاجر جاشع حرام عليه، اتقي الله احنا شعب واحد واحنا البلد مش ناقصه اصلا اللي احنا فيه ده، وحرام ان انت تجيب سلع وتخزنها، البلد احنا داخلين على ايام مفترجه، كل تاجر عنده لو هو فعلا اقسم بالله بتاع البطاطس وقف بتن بطاطس اقسم بالله بيقعد في 3 ساعات 4 ساعات كسب، بدل ما تكسب في الكيلو 5 جنيه حس بالمواطن واكسب في الكيلو جنيه، بيع كتير ولا بيع قليل اكسب كتير باذن الله. باذن الله ناس هنا برضك من اهل المنطقه، ناس بتتاجر في البلح، جايبه لنا بلح مدعم وجايبه لنا زيت مدعم، وبفضل الله الحمد لك الشكر هنبيعه برضك بنص الاسعار.